السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة رضا موش في كل مكان. طبعا أنا بعتذر الأخ اللي كان معلق عندي على فيديو، عشان إن أنا بقول صيغة الصلاة يعني على الرسول، إن أنا بقول اللهم صل على محمد على طول، ما بقولش على سيدنا محمد، فبيقول لي لازم تحترمه مش عارف إيه، ف كلامه طبعا على دماغي، وسيدنا النبي طبعا لازم ان احنا نمدحه ويبقى الكلام بهدف فعلا. بس انا والله انا ما يعني انا واخدها ان هي زيها زي كاننا مثلا في التشهد بتاع الصلاه، دي اللي كان جاي في دماغي، ان انا مثلا في التشهد بتاع الصلاه بقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وكده. فانا واخدها على السله كده واختصارا في الكلام بس مش اكتر، عشان الناس يعني ما تزهقش مني. فطبعا انا قلتها اللهم صل على سيدنا محمد دلوقتي تاني. طبعا الرسول غلى عندنا طبعا وغلى عند الناس كلها، ولازم نحترمه طبعا فعلا، وكلامه على دماغه انا بعتذر له ان شاء الله. ايه استمر في اللهم صل على سيدنا محمد. انا كده كده كنت بقولها والله زمان، بس انا حبيت ان انا اختصر بس ان شاء الله. انا بعتذر له طبعا وبتشكر له برضه في نفس الوقت. المهم طبعا قبل ما اقول اي حاجه كده، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك ماشي، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك، بس مش عايزك تتعب نفسك وتعمل تعليق، اضغط لايك وخلاص. المهم اي حد حابب ينزل السوق ويشتري حاجه، بالنسبه للاجول البقر وبالنسبه للاجول الجاموس، اجول البقر واجول الجاموس اللي هي الصغيره وحاجات اللي شكل كده مثلا، ان شاء الله انا تحت امره، بس في اسواق معينه اللي انا بنزل فيها. عندك سوق زفته، وسوق قوسنه، وسوق طنطا، وسوق تلت، تمام؟ اي حد حابب ينزل الاسواق دي هاجي معاه، ومش عايز اي حاجه بدون اي مقابل، عشان ما حدش يفكر ان انا اخد منه حاجه. لو عايز اصور معاه كمان هصور ان شاء الله. طبعا السبت بيبقى تلت، يوم السبت من كل اسبوع الفجر، يعني بيبقى السبت اللي صباح الفجر اهو يوم السبت، تمام؟ الفجر اللي صباح بيبقى السبت، تمام؟ دوت بالنسبة لتالي سوق تالي. بعديه هتسيب لحد يوم الاثنين، يوم الاثنين ان شاء الله صباح يوم الاثنين طنط، يوم الاثنين بيبقى طنط فجر، بيشتغل برضه يعتبر حوالي الساعة 2 كده 3 بيبدأ في الوقت ده. سوق وسنة بيبقى يوم الاربع برضه بيشتغل من بعد الفجر، الاربع بيبقى بعد الفجر اللي هو بتاع وسنة. هو انا لسه جاي النهاردة اصلا، عامة السوق ده كان النهاردة الأربع. اللهم صل على النبي. زفته بيبقى يوم الثلاث، سوق زفته بيبقى يوم الثلاث. اي حد حابب ينزل الاسواق دي ويشتري حاجه انا هاجي معاه، والله انا مش عايز اي حاجه ان شاء الله. انا كده كده انا بنزل على طول ان انا بصور، ولو حد حابب يروح اي سوق من دول انا تحت امره في اي وقت ومن غير اي حاجه، والله كله عشان خدمه ليكم وخدمه للناس المحترمه اللي بتعلقنا تعليقات كويسه والمشاهدين بتوعنا المحترمين. انا والله نفسي ان انا اقدم لكم كل محتوى كويس، يبقى محتوى كويس ويفيد الجميع ان شاء الله، اكون عند حسن ظنكم. واهم حاجه بس ما تبخلوش عليا باللايك حلو، ولو التعليق ماشي، لو مش هنتعب مش هتتعب يا عم، وحاسس ان انت مكسل مش شرط ان انت تعمل تعليق، اعمل لايك وخلاص. طبعا لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.